سلام الله عليكم ورحمة وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم على الهواء مباشرة أينما كنتم داخل وخارج الوطن إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج 50 دقيقة، الفقرات العديدة والمتنوعة التي نصحبكم فيها في جولة إلى القنوات العربية والعالمية، ونتعرف من خلالها على أبرز التقارير والمواضيع التي تتحدث عن اليمن، وكذلك لكم كل جديد في عالم التواصل الاجتماعي نستعرض لكم في نافذة ميديا بوك، وكذلك نختار لكم خبر، وهذا الخبر نناقش تفاصيله مع خبراء ومختصين، وهذا ما سوف نبدأ به حلقة اليوم. وإلى تفاصيل خبر، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النافذة التي نتحدث فيها عما تروج له ميليشيا الحوثي الانقلابية عن الأمان في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها، إذ تروج وسائل إعلام ميليشيا الحوثي وناشطيها عن كثير للأمان المزعوم في مناطق سيطرتها، وهو أمان كاذب وزعم يتناقض مع الواقع المر الذي تعيش تلك المناطق الخاضعة تحت سيطرته. فسنوات النكبة الخمس التي تعيشها محافظة إب على سبيل المثال شهدت الآلاف من الجرائم والانتهاكات، نتابع بعضا منها. كشف تقرير بعنوان سنوات النكبة الخمس عن 14398 جريمة وانتهاك أمني ارتكبتها الميليشيا الانقلابية الحوثية في محافظة إب خلال الفترة من 15 أكتوبر 2014 وحتى 15 أكتوبر 2019. التقرير الصادر عن منظمة الجند لحقوق الإنسان بالتعاون مع وحدة الرصد في المركز الإعلامي للمقاومة بمحافظة إب قال إن المحافظة شهدت نحو 1046 جريمة قتل و1160 جريمة إصابة، وأن معظم تلك الجرائم انتهاكات أمنية قام بها مسلحون حوثيون، إضافة إلى جرائم الفوضى الأمنية وانتشار السلاح الذي تسببت به الميليشيا الحوثية منذ سيطرتها على المحافظة. وكشف التقرير عن اختطاف الميليشيا الحوثية 4054 مواطنا خلال الخمس السنوات الأخيرة ضمن حملات مكثفة استهدفت معارضين للانقلاب وناشطين سياسيين وإعلاميين، وحملات اختطاف استهدفت مدنيين رفضوا القتال في صفوف الميليشيا الحوثية، إضافة إلى مختطفين من نقاط التفتيش بحجة انتمائهم للجيش أو المقاومة. وأضاف التقرير بأن فريقه وثق قيام الميليشيا الحوثية ب1021 جريمة ابتزاز مالي وفرض إتاوات على تجار وباعة وملاك مؤسسات. ووثق التقرير قيام ميليشيا الحوثي في محافظة إب بتصفية 21 مختطفا تحت التعذيب في سجونها، إضافة إلى تعذيب 207 مختطف آخر. التقرير سجل أيضا 452 جريمة وانتهاك على الأفراد والأملاك العامة والخاصة والمؤسسات الحكومية والأوقاف، فيما بلغت جرائم الاعتداء ونهب الأراضي 630 جريمة. ووثق التقرير قيام الميليشيا الانقلابية بطرد ووقف نشاط 9 منظمات إغاثية وإنسانية محلية وخارجية ضمن العراقيل التي تفرضها على المنظمات الدولية. إذن تابعنا جزءا من هذه الانتهاكات التي رصدها بعض المنظمات التي تتحدث عن جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية خمس سنوات من النكبة والانتهاكات على خلاف ما تروج له وسائلها الإعلامية وكذلك نشطاؤها. إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا الصحفي أحمد هزاع، مرحبا بك سيد أحمد. أهلا وسهلا بك صديقي العزيز وجميع مشاهديك. أهلا ومرحبا بك. قنوات إعلامية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية وكذلك نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون عن الأمان في المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم، ما حقيقة تلك المزاعم وفقا لهذه التقارير الصادرة عن الانتهاكات التي تمارسها في حق المدنيين؟ نتحدث عن محافظة إب وحدها يوميا خلال الخمس سنوات انتهاك يحصل بحق المدنيين على أقل تقدير. هذه القنوات أو المواقع التواصل الاجتماعي تحاول تلميع هذه الميليشيات الحوثية. ما نجده الآن في تقرير فقط، قد لا يكون التقرير النهائي أو الرصد في مجمل الأحداث والانتهاكات،
عندما تحدث 14300 انتهاك في 5 سنوات، لو وزعتها على 5 سنوات ستجد في اليوم الواحد 10 الانتهاكات والقتل. ميليشيا الحوثي تقتل بدم بارد، تنهب، تبطش كما تريد، لا تخاف من أحد. كثير من الرافدين يخافون من الرأس بسبب ميليشيا الحوثية، كذلك الضحايا يخافون من التحدث عن ما يحدث لهم بسبب التخوف من ميليشيا الحوثية. عندما نجد الأرقام المهولة هذه في مدينة إب، تعلم أن الطرف الآخر يحاول أن يميع هذه القضايا أو أن يروج لأكاذيب السلام. لو حصرنا القتلى في مدينة إب 2006 لوجدنا بعض الجبهات القائمة حاليا والذي فيها حرب لا يجد قتلى بهذا العدد، ففيها حروب وفيها اشتباكات لم تجد، بينما تجد هذه محافظة إب الذي يدعون السلام. إب ضحايا بلا حرب، تدفع ثمن خيار السلام المزعوم الذي يدعونه كذبا وبهتانا على السلام المدعوم لهم. هم الوحيدين المستفيدين من مدينة إب والسلام الذي يروجون له. الآن أصبحوا أثرياء بالمليارات، أصبحوا أصحاب مشاريع، أصبحوا أصحاب عقارات واستثمارات كبيرة. خلال 5 سنوات أحرقت الميليشيا في إب الأخضر واليابس ونهبت كل شيء، وقتلت وأصابت واختطفت وهجرت وشردت ودمرت وهجرت كل ما تبقى، ولم تبقى جريمة لم تنتهكها. ميليشيا الحوثي تعمل بكل إصرار ضد أبناء إب، ولكن الراصدين يرصدون ما يستطيعون رصده أو ما يستطيعون الوصول إليه. هناك توثيق وهذه القضايا لم تسبب التقادم. السؤال هنا أين منظمات المجتمع الدولي الذي تتهافت على التقارير الكاذبة؟ أمامك الآن 14300 انتهاك، أين تحقيق المنظمة الدولية؟ لماذا لا تقوم بالتحقيق؟ لماذا لم يصدر منها أي بيان؟ لم يصدر منها أي تقرير؟ نستغرب لماذا إب خاصة وبقية المحافظة اللي تم تحت احتلال ميليشيا الحوثي. إب منذ 5 سنوات وهي تعاني، احتلوا المؤسسات، احتلوا الأراضي. تخيل عزيزي أنه كان من قبل يتم لها بأرضية، الآن يتم لها بجبال على ماي جبال مبدأ النظر يتم لها بها من قبل ميليشيا الحوثي. يتم وضع شعار ميليشيا الحوثي أو الصرخة كما يدعون في أعلى جبل المورم يوم قبل يومين، ويتم نهب جبل كامل باسم المسيرة القرآنية كما يدعون والمجهود الحربي. تم نهب الضرائب، تم نهب المستشفيات، تم نهب جميع المؤسسات. الآن تجد أن المواطن لا يستطيع أن يفتح أي مشروع صغير أو مشروع كبير إلا ويتم نهبه من جميع النواحي، من جميع المسميات. كم سيكون بهذا المواطن المسكين أن يتحمل ما يحدث؟ ما تم رصده هو الشيء اليسير. أعتقد هناك ناس تشكي وتبكي في هذه المحافظة المغلوبة على أمرها، لم يسمع لها صوت حتى المنظمة الدولية ولا الشرعية ولا أحد. نعم، سر هذا غياب دور المنظمات وحتى الإعلام أيضا ربما لا يتناول محافظة إب بقدر هذا التقرير الذي ربما رصد جزء بسيط أو ما استطاع من رصده بحكم القبضة الأمنية المشددة من قبل الإنقلابيين على المدنيين وكذلك المنظمات التي تفضح تلك الجرائم. سر تغيب تلك الوسائل الإعلامية بالدرجة الأولى والمنظمات بالدرجة الثانية. كما تحدثنا قد تكون هناك مماهاة ما بين الميليشيا الحوثية والمنظمات الدولية، وهناك تساهل واضح وعدم إثبات الحقوق الذي يدعونها في كل تقاريرهم، لكن قد تكون الإعلام جزء بسيط بسبب تغيب الإعلام والملاحقة للإعلاميين والصحفيين داخل المحافظة، قد يكون هناك قصور. ولكن أعتقد أن منظمة الجنة استطاعت أن تخرج هذا التقرير القوي ومرصود جميع الأحداث كما تحدث في تقريرهم، مرصود الأسماء والضحايا، وهذا يحسب هذه المنظمة. لو كانت هناك إعلام أقوى سيتم تسليط الضوء على الجرائم الأكثر. نحن تصلنا اتصالات وتصلنا شكاوي كثيرة وتنديدات ما لا يخرج إلا بصعوبة من الناشطين ومن الصحفيين داخل محافظة إب، خوف من ملاحقة كما ذكرنا سابقا. هذه الميليشيات لا أحد لها ولا ميثاق. حلفائهم نالوا منه، نالوا حتى من بطشهم، حتى حلفاء من استقبلهم في محافظة إب، من استقبلهم في جبل سمارة تم بطشهم حتى الآن وهم في السجون. لم يبقى أحد من التعاون معهم إلا وحس ما حس غيره. تحدثنا قبل 5 سنوات وأنا أحدثكم الآن، أنا أول مختطف في محافظة إب والجميع يعلم أنني اختطفت في 2015 أول مختطف، الآن وصلوا مختطفين إلى ما يقارب من 4000 وفوق ذلك. يعني هؤلاء كلهم
جميع الشرائح تم مسهم وتم حبسهم تم ملاحظتهم رغم الخوف رغم البطش الأمني من قبل ميليشيات الحوثي، ما زالوا يختطفون على أي من يعمل منشور أو يتحدث ضد ميليشيات الحوثي أو الانقلابية أو الجرائم التي ترتكب داخل المحافظة، أن ينهبون كما يشاءون يسرقون كما يشاءون، المستثمرين هربوا، البنوك الآن تنهب، الصرافين خوف وذعر دائما يتم اعتقالهم بصورة استفزازية، التهمة جاهزة، داعشي لديه مبالغ مالية من الفئة الجديدة، وهناك انتهاكات مستمرة. لكن نتمنى أن المنظمة الحقوقية تسمع هذا التقرير وترصد ما حدث لهم، ومنظمة الجنات ستتواصل مع المنظمة الدولية ويقيدون مثل هذه القضايا، وهي هذه القضايا لا تسقط في التقادم. لابد أن يكون أبناء خاصة الذي ليس تحت سلطة الحوثي أن يوصلوا أصوات أبنائهم وإخوانهم وأبائهم في هذه المحافظة المغلوبة. نجد القتل بدم بارد في النقاط، نجد وصل حتى تصفية الخصوم إلى داخل المستشفيات، ملاحقة الناس، زرع الفتن ما بين القبائل ما بين المشايخ، محاولة استقطاب بعض المشايخ، والأخير يكون هذا الشيخ هو أول الضحايا، يتم قتل أبنائهم. ما حدث في العود، ما حدث في السد، ما حدث في يرين، كل هؤلاء المشايخ الذي تعاطفوا مع الحوثيين حصل لهم ما حصل لخصماء الحوثيين، وفوق ذلك لم يدرك الكثير أنها المحافظة منكوبة من قبل هذه الميليشيات الحوثية. نعم سيد أحمد، تحدثت بأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، إذا على ماذا تعول ميليشيا الحوثي الانقلابية وهي تعلم علم اليقين بأن لا بقاء لها وأن لا توجد لها حاضنة شعبية لاستقطاب هذه الميليشيا وجرائمها؟ إذا على ماذا تعول وعلى ماذا تراهن على بقاء تلك المشاريع الاستثمارية وسرقتها للأراضي وغيرها في تحديدا في محافظة إب؟ أكيد أستاذي الكريم أن هناك عدة أشياء تقوم بها هذه الميليشيات الحوثية. أولا عدم عمل العقود الاستثمارية أو العمائر أو الأراضي، لا يتم كتابها بأساميهم وإنما بأسامي أقاربهم، أو يتم التخلص منها بأسرع وقت ممكن والبيع السريع، أو كما تعلم أن معظم القيادة الحوثية لا تأتي بأسماء الحقيقية وتأتي بأسماء الكنية أو المستعارة، أن تعرف من هذا ومن اسمه ومن الذي يشتري هذا الأرضية أو هذا الفندق أو هذا الجبل، وصلنا إلى الجبل. فأعتقد أنه سيحاولون أن يراوغون، ولكن الرصد موجود ويستطيعون الناس أن يصلوا لمثل هذه القضايا ولن تسقط التقادم، وهناك تقارير ضد الميليشيا الانقلابية، وبالأخير سيدفعون قيادة إب الحوثية الذي يدخلوا هؤلاء الميليشيات إلى محافظة إب، سيدفعون الثمن، هم السبب الرئيسي فيما وصلت إليه المحافظة، سيكون لهم العقاب، هم استباقوا قبل الحوثيين، وهم من سيحضرون الحوثيين ويعترفون بأساميهم وماكنهم وأين يتواجدون، وستعود حقوق الناس إن شاء الله عند عودة الدولة إن شاء الله بإذن الله تعالى. تحدث عن عودة الدولة، فما دورها في الوقت الراهن وعلى رأسها وزارة حقوق الإنسان ما يجري في محافظة إب، ومسؤولية الدولة تجاه محافظة إب وهذه الانتهاكات للرأي العام والمحافل الدولية؟ على وزارة حقوق الإنسان أن تأخذ هذا التقرير وتقدمه إلى المنظمة الدولية وإلى مجلس الأمن وإلى حقوق الإنسان لترى إب ما يتم انتهاكها من قبل ميليشيا الحوثي. سكوت وصمت وزارة حقوق الإنسان لا هناك ليس له عذر، أتى لهم تقرير جاهز موثق كل أسماء الضحايا أرقامهم الوقائع، لا يوجد لهم حجة. كذلك اللوم على الشرعية بقيادة المحافظة إب وعدم تحرير هذه المحافظة من قبل ميليشيات الحوثي. هناك أبناء في جميع الجبهات من يستطيعون أن يستعينوا بهم، هناك ألوية متكاملة داخل مارب يتبعون محافظة إب، ولكن لا نسمع أي شيء أن هناك تحرير هذه المحافظة. على الشرعية أن تحسن المحافظة هذه المغلوبة، تنتظر، ولو وجدت سندا وظهرا لهم لقد انتظروا جميعا في محافظة إب عن بكرة أبيهم، ولكن التخوف من الحسابات الضيقة من قبل الشرعية هي من أتت للفرصة للميليشيا الحوثي أن تنتهك كما تريد، وأن تقول لهم يا نحن أو البحر أو الشرعية الذي ليس لها طرف لديكم ولم تستطيعوا أن تصلكم إلى محافظتي. نعم سيد أحمد، أيضا عن الدور الشعبي وكذلك القبل والمجتمع بمحافظة إب، ما الذي يمكن أن يقدمه للمدنيين لوقف تلك الانتهاكات بحق المدنيين من قبل هذه الميليشيا الإجرامية؟ ما تحدث
حتى سابقا المشايخ او الاعيان ليس لهم سلطه وليس لهم شيء، لا يستطيعون عمل شيء، هم المستهدفين قبل المواطنين. معظم الانتهاكات التي حدثت ضد المشايخ، تم ذبح الشيخ السبل وهو شيخ في القفر وتم تعذيبه ولم يبقى في جسده حتى سنتيمتر الا وتم تعذيبه. المشايخ ليس بيدهم شيء، قد يكون بالكثير حل وسط او مراضة بين ابناء المحافظة وبين مرشد الحوثي، ولكن بالاخير الشيخ الفلاني او السلطات الموجودة في إيب لا تستطيع ان تعمل شيء. ولكن الناس تعول على انتفاضة شعبية، اذا استمر هذا الظلم والاضطهاد لابناء إيب لن يستمروا ذلك، الشارع يغلي، الناس متضايقين جدا من ممارستهم. انا لوحدي أحصل على اتصالات كثيرة من أصحاب البقالات، من أصحاب الاستثمارات يشكون ويبكون بسبب ما يفرض عليهم من قبل مرشد الحوثي. كل أسبوع هناك عيد، كل أسبوع هناك مناسبة يتم نهبهم باسم المجيد الحربي، باسم الضرائب، باسم الواجبات، لا توجد أي خدمات، الشوارع مكسرة، توجد كهرباء، لا يوجد شيء، رواتب لا يوجد شيء، والأخير يريد أن يفرض رأيه على المواطنين. الناس ستتحمل ولكن في الأخير ستنفجر. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد أحمد هزاع، صحفي كنت معنا عبر الهاتف، حدثتنا عن هذا التقرير الصادر بالانتهاكات من قبل ميليشيا الحوثي الإجرامية، 5 سنوات من الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين بمحافظة إب.